مشاهدينا ومتابعينا في كل مكان، اهلا وسهلا بحضراتكم. دايما منوريني ومشرفيني في قناتكم قناه الاهلي واستاد الاهلي. استاد الاهلي النهارده فيه محاور كتير للحديث، هنتكلم عن مباراه اعتزال الكابتن حسام غالي واللي حصل فيها، هنتكلم عن ان شاء الله مباراه الاهلي الهامه جدا في افريقيا، المباراه الثانيه في دور المجموعات مع كامبالا سيتي ان شاء الله يوم الثلاثاء الساعه 3 ان شاء الله. كل التوفيق للنادي الاهلي في مباراه صعبه جدا جدا جدا، كل عشاق النادي الاهلي بيستنوا هذه المباراه عشان يشوفوا شكل النادي الاهلي بعد التعثر الشبه نسبي في ادائه في المباريات اللي فاتت. قبل ما نتكلم في التفاصيل، واكيد كمان معانا كمان فقرات تحكيميه، وهيبقى معانا كمان نجم الكابتن سمير عثمان، هنتكلم عن مستوى التحكيم او احصائيه عن التحكيم اللي حصل السنه كلها وابرز الحالات التحكيميه وابرز الازمات التحكيميه. اكيد برضو كلكم حضراتكم مستنيين نتكلم عن الحكام، ويبقى معايا في الفقره الثالثه الاستاذ والناقد الكبير الاستاذ شريف عبد القادر. الفقره الاولى هيبقى معايا النجم الكبير رضا شحاته، بعد قليل ان شاء الله اقول لكم شويه اخبار عشان نستقبل نجمنا رضا شحاته. بعثه الاهلي وصلت لاوغندا لمواجهه كامبالا سيتي بحمد الله. وصل بعثه الفريق الاول لكره القدم من النادي الاهلي برئاسه المهندس خالد مرتجي عضو المجلس الى اوغندا بعد مغادرتها للامارات في الثامنه صباح اليوم، وذلك استعدادا لمواجهه كامبالا سيتي الاوغندي. كان في استقبال البعثه فور وصولها سمير عدلي دينامو النادي الاهلي ومدير العلاقات الخارجيه بالنادي وطاقم السفاره المصريه ومندوب من نادي كامبالا سيتي، بالاضافه الى العديد من رجال الامن لتامين تحرك البعثه من المطار الى فندق الاقامه. سمير عدلي مدير العلاقات الخارجيه قد سبق بعثه الاهلي من الامارات الى اوغندا لبحث ترتيبات استقبال البعثه. زي ما بقول لحضراتكم سمير عدلي ما شاء الله عليه طول عمره، ما شاء الله عليه دينامو، وبيعرف ازاي يخلص الامور وبيعرف ازاي يخلي البعثه بتكون موجودة في أي مكان مش محتاجة أي حاجة، ما شاء الله عليه. الأهلي يوجه الشكر لمسؤولي السفارة المصرية بأوغندا. وجه المهندس خالد مرتجي عضو مجلس إدارة النادي الأهلي الشكر للسفارة المصرية في أوغندا بعد الاستقبال الحافل لبعثة الفريق في مطار عنتيبي الدولي وإنهاء الإجراءات الخاصة بخروج البعثة من المطار في دقائق معدودة. وكانت بعثة الأهلي قد وصلت إلى أوغندا اليوم وتحركت إلى مدينة كامبالا سيتي وسط حراسة أمنية زي ما قلنا منذ قليل. كان في استقبالها هيثم مختار نائب السفير وأحمد مدحت السكرتير الثاني للسفارة المصرية بأوغندا والمستشار الإعلامي للسفارة المصرية بأوغندا. يذكر أن الأهلي يستعد لمواجهة كامبالا سيتي زي ما قلت لحضراتكم يوم الثلاثاء إن شاء الله في الجولة الثانية من منافسات دوري المجموعات بدوري أبطال أفريقيا. أيضا المهندس أو الكابتن سمير عدلي مدير إدارة العلاقات الخارجية بالنادي الأهلي بيشهد جهود كبيرة أو بيبذل جهود كبيرة لتسهيل مهمة بعثة الفريق الأول لكرة القدم للنادي الأهلي منذ وصولها إلى أوغندا ظهر اليوم لمواجهة كامبالا الأوغندي يوم الثلاث. مش عايز أتكلم كتير عن الكابتن سمير عدلي، زي ما قلت لحضراتكم ما شاء الله عليه الدينامو طول عمره دينامو، كان مع المنتخب قبل كده ومع النادي الأهلي، بيرتب كل الحاجات اللي حضراتكم تتخيلوها من تسكين اللاعبين واكلهم وشربهم ووصولهم ووسائل التنقل بتاعتهم، يعني بيخلي الفريق بيروح المكان اللي هو فيه مش محتاج اي حاجه. ده الكابتن سمير عدلي باختصار شديد. كابتن حسام البدري اعلن قائمه الاهلي لمواجهه كامبالا سيتي، اكيد كلكم عرفتوها بس هذكركم بيها مرة تانية. شريف إكرام، محمد الشناوي، وسعد سمير، ومحمد نجيب، وأحمد فتحي، ومحمد هاني، وعمرو السلية، وليد سليمان، وأحمد حمودي، وباقة، وميدو جابر، ومروان محسن، وصبر رحيل، وحسام عاشور، وأحمد حمدي، وصلاح محسن، وباسم علي، وإسلام محارب. دي القايمة اللي هتروح لمواجهة أو اللي وصلت لمواجهة كامبالا سيتي. اللاعبين اللي عادوا إلى القاهرة: علي لطفي، هشام محمد لارتباطهم بأداء الامتحانات، محمد شريف، محمد الجزار، أكرم توفيق، وعمر السعداوي لعدم القيد أفريقيا، وأيمن أشرف للإيقاف، وكريم ندفد للإصابة، وعلي معلول الذي عاد إلى تونس لعدم جاهزيته. علي معلول برضو موضوع. المدير التنفيذي للنادي الأهلي محمد مرجان اتصل هاتفيا بكل من المهندس خالد مرتجي عضو مجلس الإدارة ورئيس البعثة وسمير عدلي مدير العلاقات الخارجية بالنادي الأهلي للإطمئنان على بعثة النادي الأهلي. وأكد مرجان أنه اطمأن من مرتجي وعدلي على كافة الإجراءات والترتيبات الخاصة بالبعثة، مشيدا بتعاون رجال السفارة المصرية بأوغندا والذين حرصوا على استقبال البعثة. ده برضو كان الكابتن محمد مرجان المدير التنفيذي النادي الأهلي. ودينامو أيضا النادي الأهلي بصراحة حاجة جميلة جدا
زي ما قلت لحضراتكم بتكلم عليه كتير جدا، انه راجل فعلا يستاهل المكان اللي هو فيها، وراجل بيعرف يتكلم ازاي، بيعرف يشرح المواقف ازاي بأبسط الكلام وبأدق التعبيرات كمان، بيتكلم بمنتهى الصراحة ومنتهى الواقعية، وده المطلوب. كريم نيدفيد بيغيب عن لقاء كامبالا للإصابة. كريم نيدفيد لعب مباراة اعتزال حسام غالي وحس بإجهاد في العضلة الأمامية، عشان كده استبعد من لقاء كامبالا سيتي. أكرم توفيق تعرض لكدمة في الكتف، كده كده أكرم أصلا بره القائمة. طبيب الأهلي يكشف مصير السولية من مواجهة كامبالا سيتي. السولية عمرو السولية لاعب مهم جدا في الفترة الأخيرة، كمان أثبت للكل، حتى كمان الناس بدأت تتكلم عن عمرو السولية ليه ما يروحش منتخب مصر، وليه ما يروحش منتخب مصر فعلا. عمرو السولية حضرتك شفت الإصابة اللي جات له في المباراة الأخيرة اللي كانت فيها إصابة في العضلة الأمامية. طبيب الفريق بيقول إن هو لسه في إمكانية بلحاق اللاعب لمباراة كامبالا سيتي. أوضح أن اللاعب يسير بشكل جيد في تنفيذ برنامجه التأهيلي لتجهيز لمباراة بطل أوغندا، حيث تحسم الساعات القادمة موقفة من إعلان جاهزياته للمباراة أو العكس. ده عمرو السولية. كمان هاني وهبة بيحط برنامج غذائي خاص للاعبي الأهلي في أوغندا. عقد وهبة جلسة خاصة مع الشيف محمد الدالي لترتيب كافة الأمور المتعلقة بوجبات الفريق أثناء تواجده في مدينة كامبالا الأوغندية. حاجة برضو مهمة جدا موضوع الأكل والشرب، وانتوا عارفين أفريقيا أو سمعتوا عن أفريقيا بموضوع الأكل والشرب، ده صعب جدا. تشوف أكل يعني غريب، مش أكلنا مش شربنا، الناس متعودة عليه، لكن انتوا عارفين لعيبة النادي الأهلي أو المصريين عموما ليهم أكلات وطبع خاص. عشان كده بيبقى ضروري جدا وضع برنامج غذائي لفريق النادي الأهلي منعا لحدوث أي إصابات أو أي عدوى أو أيا كان بقى المسمى إيه. الإجهاد يلغي مران الأهلي الأول في أوغندا، رحلة طويلة جدا من مطار دبي لأوغندا، عشان كده الكابتن حسام بدري استمرت 5 ساعات الرحلة. أعتقد عشان كده الكابتن حسام بدري لغى الرحلة، كان لازم يعمل كده الكابتن حسام منعا للإجهاد. انتوا عارفين السفر ده أصعب من الحمل التدريبي الزيادة، تبقى قاعد في طيارة ما بتتحركش 5 ساعات، عضلاتك عايز بقى تنزل تعمل استرشات كتير جدا، لكن 5 ساعات أعتقد أن هي كفيلة أن هي تلغي مران أي فريق. عشان كده الكابتن حسام البدري قال أن بعد الرحلة الطويلة دي مفيش تمرين، وده كان أحسن بصراحة. طيب دي كانت أخبارنا بسرعة جدا، نطلع فاصل عشان نستقبل نجمنا نجم الأهلي ونجم مصر كابتن الكبير كابتن رضا شحات، عشان نتكلم معاه في كل اللي يهم جماهير النادي الأهلي. فاصل، استنوا.